حتى مكنت رفيقه جويه متخصصه للمديريه الجويه لجمارك بورقلا بالتنسيق مع افراد الجيش الوطني الشعبي، وعلى اثر استغلال معلومات بحسب كميه معتبره من السجائر الاجنبيه والتي تقدر ب 25500 علبه سجائر من نوع اشبي كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة صهريج مهيئة للتهريب، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المخالف إلى مصالح مختصة.